بدك تكتب رواية بدك تكون قدها. ازيكم يا جماعة؟ النهارده في حلقة جديدة في رمضان في البيت على هوم سينما، والمسلسل اللي هنعمل له رياكشن هو مسلسل الكاتب بتاع باسل الخياط. شفتش التريلر ولا مرة؟ اللي خلاني اتحمس بس ان في المسلسل باسل الخياط، وانا من محبين باسل الخياط جدا بصراحة. مش عايز اقول ان انا متابعه من زمان، بس انا في الفترة الأخيرة كنت متابعه في مسلسل الرحلة، كان عمل دور عظيم جدا، وكان عمل مسلسل 30 يوم مع آسر ياسين، دوره برضه كان فوق الممتاز، عشان كده خلاني متحمس ان انا اشوف له مسلسل السنه دي. ما اعرفوش غير بس في المسلسل ان في باسل الخياط ومعاه واحده اسمها دانيالا رحمه، بس تقريبا مش مصريه، تقريبا دي لبنانيه. ف يا رب ما يكونش بس اللي في دماغي يعني. فمش عايز احكم على التريلر، هشوف التريلر الاول وبعد كده هقول يعني. طبعا كالعاده ما شفتش التريلر ولا مره، هشوفه معاكم دلوقتي لاول مره. يلا بينا. أنا ماني جاي كرمال كتاب، أنا جاي أشوفك. أهلا وسهلا. هتدمر لي أختي للرواية. أستاذ يونس أنا عندي كل رواياتك. مش دولين أنت الوحيدة اللي بتقدري تمسحي أمامي. أنا؟ حبيت الفيلم؟ أوه. ما بحب شوف كتبي مكدسة على رفوف، بكبني هذا المنظر. مين؟ شالي. أصلاً مين جايب سيرة الزواج؟ أنا مهتم بكتبه بس. قلبي تعبان مش دولين. لا شكل هالمرة في مصيبة. عم تحكي هذا الحكي جنبك عم بيسمع هالشي؟ لا ما تخاف، صورتك بالنسبة له بعدها مثل ما هي. قريت الرواية؟ ترى روايته الجديدة شغلة مش شايفية مثلها من قبل. تقدري تساعديني؟ أعطيني 24 ساعة بكون طلعت على ملف القتيل. لهالدرجة الرواية ما بتسوى؟ سميتها رواية يا شادي. وليت أمارة الوحيدة من بين كل الناس كنت تعرف هذا البيت. إن شاء الله يحكموا عليك قاعدين لأرتاح منك ومن قرفك. بدي تصريح منك يجيب يوني الزبران بالأرض. تكل علي وأنا حرجع لك حق. كل شوي تبعتي لي صور وفيديوهات على أساس أنه يعني عم بتراقبيني. صعبة وارفع الصوت قد ما فيك. رح تعيشي حياة تعيسة، الناس رح تشفع عليك. قدمت لك طلب إخلاء سبيل لعدم كفاءة الأدلة. بدك تكتب رواية بدك تكون قدها. اوكي يا جماعة، هو اللي في دماغي فعلا طلع مظبوط، ان هو مش مسلسل مصري، هو مسلسل لبناني. وانا بصراحة انا كعمر ما بتابعش غير مسلسلات يا اما اجنبي يا اما مسلسلات مصري، فاني اتفرج على مسلسل لبناني دي صعبة شوية، لان انا مش بتقبل يعني مسلسلات اللبناني والمسلسلات التركي ومسلسلات الهندي والعامه يعني. فما قال لي اني حوار الموضوع ده شويه من حوار اللبناني وكده، بس هدي له فرصه ليه لا يعني. ما يعني انا بحب بس الخيط، ممكن اتفرج على اول حلقتين ثلاثه اربع حلقات، وبعد كده لو ما عجبنيش المسلسل يعني هكنسله يعني، واشوف مسلسل تاني. وزي ما انا قلت برضو ان المسلسلات السنه دي مش بقوه زي كل سنه، ف وصلت بقى ان انا اتفرج على مسلسلات لبناني يعني مش مسلسلات مصري يعني، دي مصيبه. المسلسل من بطوله باسل الخياط ودانيالا رحمه، وفي جابرييل يمين وندى ابو فرحات. الاخراج لرامي حنا وتاليف ريم حنا. رامي حنا ده اللي كان عمل غدا نلتقي، وكان عمل مسلسل روبي، المسلسل كان نازل من كام سنه اللي مع سيرين عبد النور. انا ترقبي للمسلسل ده بصراحه 7.5/10، اتمنى ان هو يبقى كويس، بس ما عنديش تعليق تاني للتريلر. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم، وان شاء الله اشوفكم فيديو تاني قريب. لو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب ولايك وشير، وما تنسوش تعملوا لي فولو على فيسبوك وتويتر وانستغرام، واشوفكم الحلقه اللي جايه. بدك تكتب روايه بدك تكون قدها.